أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله
إن يدعون من
يدعون إلا شيطانا مريدا. صدق.